جامد لكم
انت بكيفه مع السكيلز بتاعته، بزوده بالسكيلز اللي تساعده يعمل اكشن، اللي تساعده يعمل بيهيفير تشينج. بقى اول حاجه بديله معلومات، وازود له الوعي، اديله معلومات يعني بروفايد انفورميشن، ازود له الوعي بتاعه، ازود الاويرنس، فبالتالي هو يحصل له موتيفيشن يحصل تشينج. اساعده بقى اعمل له كوبينج للسكيلز بتاعته ومهاراته بحيث انه يغير التشينج. تروح تبطل السجاير، هتاخد مثلا الدواء ده مكان السجاير، هتاخد تشرب حاجه مكان السجاير، علمه الطرق اللي يعمل بيها استوب للسوق. تمام؟ وليس ديكيشن عباره عن اوبورتيونيتيز، فرصه للناس عشان يتعلموا اباوت هيلث، تو ليرن اباوت ذا هيلث، وبالتالي يعملوا تشينج في البنفر ده يغيروا سلوكهم الوحش، او يكتسبوا جود بيهيفير، سلوك كويس جديد. ازاي؟ عن طريق اربع خطوات. اول حاجه بروفايد انفورميشن، هقول له معلومات، فالمعلومات اللي قالها له هتزود الاويرنس بتاعته. لما ياخد معلومات والاول بتاعته تزيد عن مشكله معينه هيبدا يحصل له موتيفيشن انه يغيرها. يحصل موتيفيشن انه يغير السموك، راح جاي داخل بعمل له ايكوبينج للسكيلز بتاعته. اكيفه مع المهارات اللي تساعده على يبطل السلوك ده. في مشكله؟ ده فين الهيلث اللي في ودن؟ ايه؟ الهيلث السؤال طبق الاصل في الهيلث اديوكيشن جول. والسؤالين مهمين. عمرهم مهم بس مهمين. والله العظيم مهمين. الهيلث مهم والله. الهيلث بليف موديل، الهيلث بليف موديل، والهيلث اديوكيشن جول. ايه الهدف؟ ايه الهدف من الهيلث اديوكيشن؟ نعمل كلمه واحده، كلمه واحده، اغير السلوك، اعمل تشينج للغير عشان الانسان يغير اي سلوك بيعدي. هو مراحلية ما فكرش مش دماغه، وبعدين يبدأ يفكر اللي هي كونتمبليشن، فكر هيبدأ ياخد كومتمنت، ياخد عهد على نفسه، خد عهد على نفسه اكشن، بعد الاكشن منتس ريكوم عشان ما يرجعش للسلوك التاني، بعد الريكوم دي لما هذا ريكوم يعمل اكزت لما يحصل له نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام في الهيلث اديوكيشن. انا بقول محمود بلاش محمود، خليها عليا، بقول لسلام. ايوه ربنا ماشي. طب انتوا السجاير الناس بتشرب بجد وزي عامل دروب على اسمه. بقول لسلام، لسلام لازم تذاكر وتتفوق وتعافي. تمام؟ لان المذاكره كويسه وانت عارف الجامعه احسن طريق. عايز كده بقول لسلام ايه؟ احاسيس ولا معلومات؟ احاسيس ولا معلومات؟ تاني لما اقول لسلام يا سلام رياضه كويسه، الرياضه دي حاجه مهمه، فقال لي ليه؟ قلت له عشان الرياضه دي هتمنعك من يجي لك كارديو كارديو ديزيز، هتخلي لك بيلت، هتعمل فورمه. فسرت له الرياضه كويسه ليه؟ كده قال لك بقول له نون، بقول له معلومات، ولا بقول له فيلينج؟ معلومات بعرفه حاجات. فهو قال والله يا دكتور عندك حق، انا بقى فتره ما بذاكرش مؤثر في المذاكره، بقى لي فتره ما بذاكرش مؤثر في المذاكره دي، بيقول لي معلومات ولا دي احساس عامل؟ احساس عندي؟ معلومات ما بذاكرش معاها. بس هو ده احساس عندي. لسه بقى فاهم؟ الرياضه مهمه ليه؟ لو قلت لاي حد رياضه مهمه ده ايه؟ معلوم. لكن واحد ما بذاكرش ده احساس عندي، هنعرفها ازاي؟ تاني مش فاهمين. تاني انا لما اقول لاسلام الرياضه كويسه، المذاكره كويسه، حاجه كويسه. تمام؟ هتفرق اسلام ده بيذاكر او ما بيذاكرش؟ لو اقول له المذاكره كويسه؟ هتفرق معايا انا بذاكر او ما بذاكرش؟ اقول المذاكره كويسه؟ لان دي معلومه حقيقه. صح؟ معلومة، لكن لما سلام يقول انا فعلا مقصر ما بذاكرش. احاسيس بقى. هي دي معلومة ولا دي حاجة أنا بعملها عنده؟ هل أي واحد يقول أنا فعلا مقصر ما بذاكرش هو ما بذاكرش؟ يعني دي معلومة أخدها مؤكدة ولا دي إحساس عنده؟ فدي إحساس. فالهيلث إديوكيشن وول، مش بس واحدة واحدة. أنا بقول إسلام إسلام لازم تذاكر وتتفوق في مذاكرة كويسة. وكويسة ليه؟ أو مذاكرة تذاكر ليه؟ عشان تتعين وتجيب تقدير وترضي أهلك وهكذا وهكذا وهكذا. فالفعل أنا مقصر وما بذاكرش ولا فترة. خلاص يا دكتور هبدا اذاكر من بكره. ده كده وصل لحد فين في المرحله اللي لسه قايلينها؟ خد على نفسه كوميدي، خد على نفسه عهد. تمام؟ هل هو بدا يذاكر؟ لما يبدا يذاكر. شكرا. لما يبدا يذاكر ايا كان بكره او السنه الجايه او بعد الامتحان. لما يرجع يذاكر، لما يرجع يذاكر الاكشن اللي خد له بناء على ايه؟ على اللي انت المعلومه اللي انت المعلومه اللي انت المعلومه وتاني والاحساس اللي عنده والاحساس بتاعه. محمود بدأ يلقط تقريبا النهارده فترة قبل تيجي. تاني لما أقول لإسلام إسلام أنت لازم تذاكر. أذاكر يا دكتور عشان مذاكرة كويسة وهتعين وهترتب وهتبقى أستاذ في الجامعة وتشوف خطة ما بعدين. دي كده إيه؟ معلومة. ده سوسة. دي معلومة.
تمام؟ طيب فالف بقى انا دكتور مقصر ولا مش شايفه مش جبنه ولا انت انا بقى مقصر بقى الفتره ما بذاكرش خلاص اوعدك لما اروح هذاكر لكن ايه فيلينج احساس من جوه مقصر تمام لما اروح فعلا مسك الكتاب وبدا يذاكر حط نفسه جدول وبدا يذاكر المذاكره الاكشن اللي خدها ده بناء على ايه على الفيلينج ها وتاني والنوم وتاني والنوم جلاء المعلومات تمام روح البيت فتح الكتاب وبعد ذاكر لقى اخته فتحت التلفزيون وعليه صوت هو قاعد في الشارع بتلعب كوره عم يزعق والله العظيم انا مذاكر اللي حواليه ايه ايه اللي اثر فيه ايه اللي اثر في سلوك الانفايرمنت نفس الكلام الهيلث اديوكيشن جول سبع حاجات تمام اول حاجه اسمها الهيلث كونشسنس جول كلمه جول ثابته كلمه جول ثابته في كله ماشي خد بس كلمتين قبل جول هيلث كلمه هيلث كونشسنس يعني ايه يعني واعي عيوب الصحه لما اقول الاسلام العب رياضه عشان ارضي حياتي لكن انا بعمله ايه؟ بزود الاويرنس عن الرياضه عن الفيزيكال اكسرسايز فاول هدف اللي ازوده بالمعلومات بروفايد انفورميشن اللي هي هيلث كونشسنس اللي هي الفيزيكال اكسرسايز حياه كويس الفيزيكال لا في الاكزامبل اي فايند اوت ذات اكسرسايز از هيلث لما زود الاويرنس عن الهيلث ايشو عن المشكله في الهيلث ده كده نون ولا فيلينج؟ لو قلنا سلام الرياضه حاجه كويسه ده كده نون ولا فيلينج؟ ده كده نون يبقى اول حاجه هيلث كونشسنس هدفها ان ازود الاويرنس عن هيلث ايشو عن المشكله في الصحه بتطلع عن طريق النون ولا الفيلينج؟ عن طريق النون المثال عليها ان الرياضه حاجه كويسه ها المشكله؟ ثاني حاجه النولج جول الكويسه دي بقى نبدا اقول له كلاريفاين انفورميشن اقول له معلومات عن الايشو دي عن المشكله دي ان الرياضه دي تعملها في ستريس للبادي هتمنع الكارديوفاسكولار ديزيز هتعمل له جود بيلد دي كده ايه؟ فسرت له السؤال الاولاني ايه الهارت دي؟ فخليك هارت يعني الهارت كويس لا بدو نفس الفكره ماشي الكمبيوتر انا الاول يبقى اول حاجه هيلث كونشسنس جول هدفها ان ازود الاويرنس عن هيلث ايشو مثال عليها لما اقول الاسلام المذاكره كويسه الرياضه كويسه انا قلت الرياضه كويسه ليه؟ لما ابدا اقول الرياضه كويسه ليه ابدا اعمل كلاريفاين او توضيح او اديله معلومات عن الرياضه كويسه ليه ده اسمه نولج جول النولج جول اللي هي الفيزيكال اكسرسايز والسترينز ماي بادي هتقوي الجسم بتاعي هتخليني هارد هتمنع كارديوفاسكولار ديزيز تمام؟ طيب بعد كده اللي دي الفيلينج سيلف اويرنس جول هو يقول لك والله دكتور عندك حق انا بقالي فتره ما لعبتش رياضه ليه؟ والله دكتور عندك حق انا بقالي فتره ما ذاكرتش انا بقالي فتره اقصر نفس الفكره يبقى ده اول حاجه الاسلام رياضه كويسه ده كده هيلث كونشسنس جول كويسه ليه؟ عشان تحسن الجسم بتاعك تخليه قوي وكذا 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 ده كده نولج جول يا دكتور عندك حق انا بقالي فتره ما لعبتش رياضه ليه؟ سيلف اويرنس وكانه بيشوف نفسه بالنسبه ليش انت بتقولها لي I feel unfit, not healthy. ها تمام؟ وبعدين اعمل له اتيتيود تشينج. هنقول له بس محمود يا محمود المذاكره كويسه. تمام؟ مذاكره كويسه ليه؟ عشان تعين ومترتب وكذا 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 وكذا. فقال لي فعلا يا دكتور عندك حق انا بقيت مش مصر. بس ذاكر ليه؟ بعد كده جاب جد السنه اللي فاتت. مش فارقه. فابدا اغيره بقى لا ده فرقه. جبت جايز ممكن تجيب امتياز، جبت جايز ممكن تترشح. نعمل له تشينج في اتيتيود. تشينج افكار في البي او في الفن او في البليز معتقداته هو يبقى اول حاجه هيلث كونشسنس جول مذاكره كويسه بديله معلومه اهي كويسه ليه ببدا افصلها اسمها نولج جول كويسه حاجه هتعين وهترتب كذا وكذا 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 وبعدين يقول لي هو احساسه السيلف اويرنس انا فعلا مقصر وما بذاكرش فانا ابدا اعمل له تشينج الاتيتيود انك لسه بدري ممكن تذاكر وترتب المثال اللي عندكم ان هو كان فاكر ان الرياضه لعيال صغيره بس لليونج لا ده رياضه ممكن تدفع للرياضه وتدفع نفس الكبار تدفع الاب انت ما كبرتش انك تلعب رياضه ممكن تلعب رياضه عادي اول حاجه هيلث كونشسنس جول بعد كده نولج جول الاثنين دول بديله معلومات بديله معلومات يعني بعمل نولج بعرفه حاجه التانيين سيلف اويرنس انا فعلا ما بلعبش رياضه انا جسمي مش كويس بس ده رياضه الناس الكبيره فابدا اغير لا ده رياضه انت ممكن تلعبها في رياضات الناس الكبيره ده كده تشينج اتيتيود الاثنين دول ها فيلينج ركزوا بس كده انه يحس ان الرياضه اصلا بتاعت ناس صغيره هو مالوش لعب رياضه انه يحس ان هو كان جايب جيد السنه اللي فاتت فماليش لازمه اذاكر السنه دي ده كده بتقول لي معلومه ولا بقول لي احساسه؟ احساسه فين؟ بناء على الاثنين نول المعلومتين اللي قلتهم مذاكره كويسه وكويسه ليه؟
وبناء على الفيلنج بتوعه ان انا بقى فتره مقصر ومقصر ليه لان انا مش فارقه معايا. بناء على الاثنين دول هيبدا يحصل تشينج في البيهافير، يبدا يروح يذاكر، يبدا يحصل تشينج في البيهافير. يبقى المعقل دي اللي هي يحصل ديشن ميكنج، ياخد القرار اللي هي كانت هناك كوميتمنت بناء على الفيلنج والنوينج. فدي مجموعه الاثنين الفيلنج والنوينج اللي هي خلاص انا فعلا هروح نادي والعب بره، خلاص انا هروح فعلا اذاكر. لحد دلوقتي هو لعب رياضه ذاكر، حصل تشينج في البيهافير، هو لسه ده تاخد كوميتمنت، ما حصلش اكزيت من السايكل، انه يروح البيت يذاكر اللي هي بيهافير تشينج فعلا. روح البيت يمسك كتاب ويذاكر، او يروح يشترك في النادي فعلا ويلعب رياضه، لكن ده اسمه دوينج، بيعمل حاجه اكشن. ها تمام؟ طيب محمود رايح يشترك في النادي، لا اشتراك النادي 1500 جنيه، هو اصلا مرتبه 900 جنيه، هيشترك؟ مش هيشترك. محمود روح يذاكر، لا البيت كله دوشه والعيال بتلعب في الشارع، هيذاكر؟ مش هيذاكر. فحسن له السوشيال انفايرمنت اللي حواليه. الانفايرمنت اللي حواليه احسنها له بحيث تشجعه على الهيلثي بهبل. نفس المثال اللي عندكم، اخلي السبورت فاسيلتيز تشيبر، النوادي رخيصه. وايزي وافيلابل افري وير، متاحه في كل الاماكن. يبقى انت عملت ايه؟ عملت الهيلثي تشويز ايزيير، خليت الحاجه الهيلثي اسهل. يبقى تاني الهيلث اديوكيشن هو اوبورتيونستيز، هي فرصه للناس ان هي تعلم عقود الهيلث وبعدين يعملوا تشينج في البيهافير عن طريق اربع حاجات، ان ازودهم بالمعلومات بروفايد انفورميشن، ازود اويرنس، ثم ها نعمل موتيفيشن، يحصل له هو موتيفيشن، ثم اشجعه يبقى عنده ايكوبنج للسكيلز بتاعته مع البيهافير الجديد لو عاوز يختار. في مشكله؟ الهدف في الهيلث اديوكيشن سبعه يا محمود، ذاكر مذاكره كويسه، ده كده بديله معلومات نوي، ده هيلث كونشسنس، بزود الكونشسنس بتاعه معلوماته عن الهيلث، ان افسرها له كويسه ليه؟ يبقى ده نوليدج، بديله معلومات اكتر. تمام؟ الاثنين دول معلومات، بعرف له حاجه، فالهدف منهم النوي. ان هو يحس انه فعلا مقصر وجسمه مش مظبوط وجسمه مش هيلثي، ده كده سيلف اويرنس، بيحس بنفسه. بيحكم على نفسه بالحاجه اللي انا قلتها له، ده سيلف اويرنس. تمام؟ ده كده فيلنج ولا نوينج؟ فيلنج انه بيحس. تمام؟ اللي بعد كده اتيتيود تشينج، اللي قلت بس انا كبرت وما ليش رياضه، هروح العب رياضه عندي 30 سنه؟ ده كده اتيتيود تشينج، ده كده اللي في دماغه ده، الفكره اللي في دماغه فيلنج ولا نون؟ فيلنج، فانا فهمه لا ان الفكره دي غلط. اللي قلت ده انا بدخن 20 سيجاره، بدخن علبه ونص في اليوم، هينفع ابطل؟ اه عادي ينفع تبطل. فهو مقتنع كله بدخن كميه كبيره، صعب يبطل خلاص بقى الموضوع ادمان، لا ممكن تبطل. مفيش مشكله، بغير له اتيتيود، بغير له الفكره اللي في دماغه. اللي دي نون ولا فيلنج؟ كان عنده معلومه لو كان حاسس بكده؟ كان حاسس مش هضربك؟ هو حاسس، هو حاسس ان ملوش قيمه، هو حاسس ان لو ذاكر مش هجيب تقدير، هو حاسس، فده فيلنج. ها تمام؟ خد قرار وهو قاعد معايا، قلت له هروح اذاكر، خلاص قلت له بامانه مش هشرب سجاير. ده كده ايه؟ اللي هو الكومنت من اللي هو هنا الديسيشن ميكنج. القرار ده بناء على النولج اللي انا قلتها له والفيلنج بتاعتي. نولج والفيلنج اللي هم هناك ايه؟ في التعريف. الانفورميشن والاورنس والموتيفيشن. دخول الموتيفيشن جاي من هو، انه هو انا عندي نديله الانفورميشن وازود له الاورنس، هو عليه انه يحس الموتيفيشن، وبعدين اجي اساعده ان اعمل له اكبر منه. نفس الكلام ان اديله معلومات ها الهيلث كونشسنس وتاني والنولج، كده اديته معلومات وزودت الاورنس ان هو يحس ان يحصل له موتيفيشن، دول الاثنين الفيلز صح، وياخد بالقرار ان اساعده بقى ان اخلي الاختيارات الصحيه الهيلث تشويز ايزير، ان اوفر له ملاعب، ان اوفر له سبورت كلاب، ان اوفر له مكان كويس يذاكر فيه، ده كده يعني ايه التعريف؟ اكبر سكيلز، وفرت له الحاجات اللي تمشي مع المهارات بتاعته مع السكيلز بتاعته. تمام؟ نعمل ديشن ميكنج ده فيلينج ونوم، ان يروح يذاكر فعلا او يروح يروح النادي فعلا، ده كده خد قرار وراح بدا ينفذه دي يعني اكشن، يعني دوينج. تمام؟ ان نعمل تشينج في السوشيال، نعمل تشينج في الانفايرمنت اللي حواليه، نخلي الاختيارات الهيلثي مور هيلثي او مور ايزي او اسهل او تشيبر او افيلبل، ده كده غيرت في الانفايرمنت فعملت سوشيال تشينج او عملت الهيلث تشويس ايزي. الفيلينج والنوينج والدوينج الحاجات دي تجي ام سي كيو، مش كده تيجي ام سي كيو، تيجي ام سي كيو الهيلث الكونشس تعتبر فيلينج ولا دوينج ولا الاثنين ولا نون اوف ذا.
الاتيتيود تشينج بيهافير يوم اللي تحت مدانا تفصيله بس تيجي ام سي كيو الديسيجن ميكنج ده يعتبر ايه فيلينج ولا نون ولا الاثنين ولا نون في بعض اللي ياخد القرار ده بناء على الاثنين اللي يروح ينفذه ده دويل ان يحس انه مقصر او يحس ان الرغبه مش مناسبه ده فيلينج ان اقول ان الرغبه مهمه اقول المهمه ليه ده نون ده انفورمنج تمام ان اطفال سبورت كلاب ان اطفال البايرن ميونخ تعرف تراجع فيها ده ها اكوبين تمشي اكوبين بس كده او تمشي الهيلثي تشويس ايزيال اسهل هو لو قال لي دويل ولا فيلينج ولا دويل ايه اللي هي الاكوبمنت لا مش دويل مش هجيبها كده هو جاي لك الام اوكوبين اوكوبين بس كده ساك واسكت لو لك ان الهيلثي ايزيال عملت الاختيار الهيلثي اسهل فبقى متاح لي طيب الهيلثي ابلكيشن يمشي برايمري ولا سكندري ولا تيرشري فاكر البريفنشن برايمري ولا سكندري ولا تيرشري برايمري نمنع الديزيز بريفنت الاوكورنس اوف ايلنس وبعدين السكند اللي تكشر اوفر تريتمنت ثم تيرشري دي مع الريهابيتيشن مش ممكن يمشي مع الثلاثه يمشي مع الثلاثه يمشي برايمري يمشي سكندري يمشي تيرشري ان اجيب واحد اصلا بس كده ان اجيب واحد ما بيدخنش وعملنا نفس الشيء على التدخين فمنعه انه يدخن كده عملت الهيلث بروموشن رفعت الهيلث اصلا كانش بيدخن عشان منعه انا عملت هيلث بروموشن ومنعته انه يدخن ده برايمري ان اجيب واحد بيدخن واعمل له ادوكيشن عشان يبطل التدخين ده ايه ها ده سكند بنمنع الديزيز صح ان اجيب واحد بيدخن وعنده برونكايتس واعمل له هيلث ادوكيشن عشان يلعب كوميونيكيشن او خدت بطلت السموكر وعاقب الكوميونيكيشن ده ايه تش فلنس الديكيشن يمشي برايمري يمشي سكندري يمشي تش ان امنع واحد اصلا من يشرب سجاير ان اخلي واحد يبطل سجاير ان امنع واحد ان يجيله كومبليكيشن هتقول له بطل سجاير او يجيله كومبليكيشن هتعامل معاه اعرفه ازاي يتعامل مع الكانسر ده ها تمام ان امنع واحد ان يبقى عنده فوليوم ده برايمري تمام ان يجيله فوليوم بدري يبدا يعالجه او يخش مرحله الفاسيتي او يبقى يجيله باراليزيس ده سكند ان يجيله واحد عنده فوليوم وعنده باراليزيس وعلمه ازاي تستخدم الكرسي وتتحرك مع الناس وتتعامل مع الفوليوم وتكيف معاه ده فيش فلنس ادكيشن برايمري وسكندري وتشرب صفر البرايمري نمنع يعني ازود الكوانتي اوف هيلث اند لايف تمام ده غالبا دايركت ناحيه الادلت والتشيلدرن اللي هم اصلا لسه ما لهمش ديزيز نروح نعرف المدارس وعلمهم يغسلوا ايديهم أو المفروش من الشارع ده ايه؟ برايمري تمام؟ السكندري اللي ساعده ان يعمل ريستورنج للفورمال ستيت اوف هيلث يعني ايه ريستورنج للفورمال ستيت اوف هيلث؟ ان امنع الديزيز بدري اللي تكشر الروبر تريتمنت تمام؟ واحد كان بيشرب سجاير وجاله برونكايتس هقول له بطل السجاير فالبرونكايتس هتروح وارجع للجنس الطبيعي التيرشري ان دي الويز الريهابيتيشن طيب الدايمنشن فلسفيكيشن يعني دايمنشن فلسفيكيشن يعني ايه ابعاد يعني ايه بقى يعني من غير ما ابص كده من غير ما ابص جالك سؤال دايمنشن فلسفيكيشن يعني هتكتب في ايه انت مش بتذاكر خالص اهو ومش هتسيب سؤال فاضي هنقلب ايه اكتب جولز ها اكتب هقول الديفينيشن بتاعه والجولز بتاعته وازاي اعملها ها ماشي ايه تاني فاكر الدايمنشن اوف مانجمنت dimension of management طب هو ده ممكن يسال سؤال في الميز اه والله كان السكوب اوف مانجمنت كان نفس السؤال كان dimension والميز اللي هو السكوب ايه بقى قلت له قيام ايه مجالات المانجمنت بستخدم المانجمنت في ايه في كل حاجه ايه بقى فاكرين نفس الكلام في الخمسه كده نفس الكلام هنا بيقول لك ان dimension of education او السكوب اوف education فاكر انا كنت استخدمه في الوزاره فاكره لما استخدمها في الوزاره بعدين استخدمها في البريفنتيف واستخدمها في الكيوراتيف واستخدمها في وحده الابحاث فاكره الكلام ده؟ لما قلت لكم هي وزاره الصحه قلت لكم افهموا الكلام ده لما قلت لكم وزاره الصحه عباره عن لا عشان ما قلتوش بس السبيما عباره عن بريفنتيف ميديسن صح؟ طب وقائي عباره عن كيوراتيف ميديسن عباره عن ريسيرش فنعمل البوليسي نفسها محتاج مانجمنت عشان احط خطه الوزاره نفسها في البريفنشن محتاج مانجمنت عشان اعمل بريفنشن في الكيوردنج سواء احسن خدمه او اقدم نيو خدمه احسن هيلث سيرفيس او اقدم نيو هيلث سيرفيس محتاج مانجمنت
في الريسير في الريسيرش وفي السيسز في الابحاث محتاج مانجمنت نفس الكلام دايمنشن وفيلس اديكيشن نفس معنى سكوبز وفيلس اديكيشن تو جماعه سكوبز وفيلس اديكيشن مجالات الهيلث اديكيشن بستخدم الهيلث اديكيشن في اول حاجه الهيلث اديكيشن دي تعملها للبيرسونال ولا للفاميليز ولا للكوميونيتيز كله اي واحد تعملها للبيرسونال ولا للفاميليز ولا للكوميونيتي اللي هي رقم 4 بقى دايركت تورد موجهه لمين للبيرسونال ولا للفاميليز ولا للكوميونيتي التلاته سواء عملت هيلث اديكيشن لواحد بس هعمل هيلث اديكيشن للفاميلي لو انا فاميلي ميديسن او اعمل هيلث اديكيشن للكوميونيتي في الكليه ده كده هيلث اديكيشن لكل الناس الهيلث اديكيشن بالنسبه للشخص الواحد تشمل الفيزيكال ولا المنتال ولا السوشيال ولا السبيريتشوال كل نعمل له اديوكيشن عن السوشيال بنتعامل مع الناس نعمل له اديوكيشن عن الفيزيكال بنلعب رياضه نعمل له اديوكيشن عن المنتال عن الاحباط عن الاكتئاب عن الاستريس اعمل له اديوكيشن عن كل حاجه يبقى موجه للبيرسونال والفاميلي والكوميونتي كل الناس وللشخص الواحد موجه لكل حاجه للفيزيكال والمنتال والسوشيال والسبيريتشوال هم الاربع دايمنشن بتوع الهيلث ها في مشكله الهيلث اديوكيشن للعيال الصغيره بس ولا للقلق ولا الناس الكبيره؟ لكل يعني ينفع اجيب عيل صغير اعمل له هيلث اديوكيشن وعند 20 سنه اعمل له هيلث اديوكيشن وعند 50 سنه اعمل له هيلث اديوكيشن وعند 70 سنه اعمل له هيلث اديوكيشن ينفع؟ يبقى بعملها للريف لو مدى الحياه طول ما هو عايش بعمل له هيلث اديوكيشن هو الهيلث اديوكيشن تنفع للبيرسونال والفاميليز والكوميونتي تنفع للبيرسونال واحد في كل حاجاته في الفيزيكال والمنتال والسوشيال والسبيريتشوال تنفع للبيرسونال واحد في كل حياته في اللايف لونج الهيلث اديوكيشن برايمري ولا سكندري بريتشن استخدمها للشخص عشان امنع الديزيز ولا اتعامل مع الديزيز ولا اتعامل مع الكومبليكيشن مع كله والهيلث اديوكيشن هدفها برايمري وسكندري بريتشن يبقى اربع جمل تنفع لكل الناس للبيرسونال والفاميليز والكوميونتي تنفع لكل الشخص سواء فيزيكال او منتال او سوشيال او سبيريتشوال تنفع لكل الشخص مش لكل شخص لكل الشخص تنفع لكل الحياه لايف لونج تدفع لكل حاجه برايمري او سكندري وتيرش الجول بتاع الهيلث اديوكيشن كان ايه البروموشن هيلث الجولز اوف هيلث اديوكيشن هيلث اديوكيشن جولز تشينج هيلث اديوكيشن جولز 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 هيلث يعني ممكن اعمل هيلث اديوكيشن لواحد عشان بس احط له هيلث كونشن بس عشان افهمه ان الرياضه حاجه مهمه بس اعمل لواحد هيلث اديوكيشن افهمه ان الرياضه حاجه مهمه وهم ليه هيلث كونشن ونوليدج وسكيت ده هيلث اديوكيشن اعمل هيلث اديوكيشن لواحد عشان افهمه ان الرياضه مهمه وهم ليه عشان هو يحس ان هو مش هيلث بس ده هيلث اديوكيشن او يحس ان هو هيلثي ويبدا ياخد قرار ده هيلث اديوكيشن ياخد قرار وينفذه ده هيلث اديوكيشن ان افرق البيئه ده هيلث اديوكيشن فالجول بتاع الهيلث اديوكيشن السبعه فبالتالي هو وايد رينج اوف جول ولا نارو رينج اوف جول اهداف هيلث اديوكيشن واسعه ولا صغيره ده بتبتدي من اول ان اقول له معلومات لحد ان يغير السلوك لحد ان مهيئ له البيئه له وايد رينج اوف جول اللي هم السبعه هي هيلث كونشسنس والنوليدج والموتيفيشن والاتيتيود تشينج والديسيجن ميكنج والسوشيال تشينج هي رقم سبعه الهيلث اديوكيشن بتعمل فورمال ولا انفورمال؟ بتعمل بشكل دراسي ولا بشكل دراسي؟ الاثنين قد تكون مؤسسه زي الكليه عندنا تعمل هيلث اديوكيشن لكل الناس هو في كل جروب هيخشوا له في سيكشن معين ناس تعمل هيلث اديوكيشن هو غصب عنك تعمل هيلث اديوكيشن فده فرض او واحد بره الكليه خالص يجي يعمل ندوه عن هيلث اديوكيشن اللي يقدر 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 ما يقدرش ده فرض فالهيلث اديوكيشن بس سواء فورمال او انفورمال تكنيك ميثودز لا بشكل رسمي لا بشكل شخصي يبقى تاني الدايمنشن او السكوبس او المجالات اللي بنستخدم فيها الاديوكيشن اول حاجه للبيرسونال والفاميليز والكوميونتي لكل الناس لكل الشخص يعني ايه؟ يعني فيزيكال ومنتال وسوشيال وسبريتشوال طول عمره يعني لايف لون في كل مراحل المرض يعني برايمري وسكندري وتيرشي له وايد رينج اوف جول السبعه هيلث كونشسنس جول نوليدج جول سيلف اويرنس جول ايه تاني؟ اتيتيود تشينج جول ديسيجن ميكنج جول ها
بيهافير تشينج جول وسوشيال تشينج جول اللي هو اي درينج اوف جول بتعمل بطريقه فورمال وطريقه الفورمال الهيلث اديوكيشن فاكرين بابليك هيلث حد يقول تعريف هو مين اللي بيعمل هيلث اديوكيشن بتاع طب الصناعات ولا طب البيئه ولا بتاع الصحه العامه بتاع بابليك هيلث ولا بيعمل كان الهيلث اديوكيشن بتاع فين البابليك هيلث بتاع فين هي ارت اند ساينس صح كان تحت تعرف كده اتس ساينس اوف تيتشنج البيبل هاو تو بي هيلثي وازاي تاني ويعلموا الناس التانيين يبقوا هيلثي حتى لو قلت لكم ايامها انا بنزل اكلم واحد عنده هيبتيتس سي هو هروح البلد يكلم ناس في البلد عنده هيبتيتس سي هو انا كلمت واحد والواحد ده كلم 100 فما جالي كلمت 101 فاكرين لما قلت لكم انا بعمل هيلث اديوكيشن فمش انا سوا واحده انا سوا كوميونتي اللي بخلي الناس نفسها تشارك معايا في هيلث اديوكيشن خلص نفسها تشارك معايا في التوعيه انا بنزل اكلم الناس هم يروحوا يقولوا المسج دي لناس ثانيه فانا بعلم الناس يبقوا هيلثي بساعدهم يبقوا هيلثي واساعدهم يساعد الاخرين وانا بهلب الناس ما يبقوا هيلثي وبعلمهم ازاي يساعدوا الناس الثانيه عشان يبقوا هيلثي وكاني بخليهم هيلث اديوكيشن يبقى تاني الدايمنشن او السكوبز بتاعت الهيلث اديوكيشن واحد ينفع لكل الناس بيرسونال وفاملي وكوميونتي ينفع لكل الشخص فيزيكال ومنتال وسوشيال وسبريتشوال ينفع في كل حياته لايف لونج ينفع في كل الامراض برايمري وسكندري وكيرش الوايد رينج اوف جول بكتب له سبعه بيمشي فورمال ويمشي انفورمال تمام بيخلي الهيلث تشوز اتسير اختيار الصحه اسهل بمعنى في اسالوه ان هو كان عاوز يلعب رياضه بس مش لاقي نوادي لما انا اخلي النوادي رخيصه كم واحد هيلعب رياضه؟ ليه؟ لان الحاجه الهيلث بقت اسهل واحد مثلا مش عاوز يشتري اكل اورجانيك عاوز يشتري اكل كله اورجانيك اكل صحي بس اكل اورجانيك كل بقى ب 70 جنيه مش هشتريها لما اخليها رخيصه واخليها ب 20 جنيه الناس كلها هتشتريها بتحب انت بقى ماشي يبقى خلي الهيلثي ازيك هيلث تشيز ازيك يعني هيلب البيبل اعلم الناس هم يساعدوا ان هم هيلث سيلف يساعدوا نفسهم وهيلب الاذرز ها في مشكله؟ في حاجه اسمها هيلث اديوكيشن بروجرام ده تستاهل هو هيلث لا من واتش اوبجكتيف هو هيلث اديوكيشن بروجرام ازاي ماشي هو البي سي البي سي ار تنفع تجيب يعني من الهيلث اديوكيشن اوبجكتيف يعني البي سي ار عشان هتديله معلومات وقبل ما يجي له عشان انا صح عشان حاسس ان انت هتقول كلمه كلمه حاسس ان انت اساسا ايوه تنفع ايوه دول كده بروجرام عشان ده بروجرام ها عشان هو برايمري عشان كده بس البرايمري بريفنت بروموشن سكندري ريفرشن كنترول التيرشري حاجه فيها ولا مش فيها في دي سي الهيلث اديوكيشن كنت هقولها من ايه؟ الهيلث اديوكيشن بروجرام لما بتخش القاعه اللي فيها الهيلث اديوكيشن بتلاقي مين؟ بتلاقي مين؟ الناس الناس دي اللي هي؟ تسمع ريسيفر ريسيفر هتسال المعلومه وهتلاقي مين تاني؟ مين؟ الراجل اللي بيشرح لازم هيشرح اسمه هيلث اديكيتور اللي بيعلم الناس عن الهيلث اسمه هيلث اديكيتور اللي هو سورس اوف انفورميشن مصدر المعلومات لو هتخش القاعه بتاعت الهيلث اديكيشن بروجرام هتلاقي ناس قاعده اللي هم ريسيفر ناس اللي بتستقبل المعلومه وهتلاقي ناس اللي بيعلم الناس اللي هو سورس اوف انفورميشن مصدر المعلومات اللي بنسميه هيلث اديكيتور وهتلاقي بعد ما بتعرف الكلام كده تعرف الجو اللي هو المسج الكلام نفسه يبقى اي هيلث اديكيشن بروجرام بيتكون من سورس اوف انفورميشن اللي هو هيلث اديكيتور والناس اللي هي رسيفر والمسج نفسها الكلام اللي طالع ده تمام اي حاجه هتاثر او هتعمل انتربريتيشن للكوميونيكيشن ده هسميها نويز والنويز هنا مش مقصود بيها الضوضاء النويز هنا مش الصوت العالي النويز هنا اي حاجه تمنع الكوميونيكيشن لو هم قاعدين جوه قطع نويز فاهمين لو هم قاعدين جوه حرب بس قاعده مخنوقه ومش عارف مش مركز اصلا مع الكلام ده نويز لو هم قاعدين مش مهتمين بالموضوع ده نويز لو هم قاعدين والدكتور اللي بشرح مش كويس ده نويز فاي حاجه تاثر في الكوميونيكيشن دي اسمها نويز النويز مش مقصود بيها انها ضوضاء تمام النويز دي عشان ده يعتبر صوره من صور الكوميونيكيشن ولا ما يعتبرش فيقول لك النويز دي هو عباره عن بروسيس اوف كوميونيكيشن عن عمليه تواصل ما بين النويز ديكيتور والريسيفر السورس اوف انفورميشن والريسيفر عشان يوصل لهم مسج المسج دي ممكن تكون انتربتد بيه النويز النويز هي اي حاجه بتعمل انتربشن لعمليه الكوميونيكيشن ده اللي هيلث اديوكيشن مش اي
يبقى عباره عن بروسيس اوف كوميونيكيشن. البروسيس اوف كوميونيكيشن دي تتكون من انفورميشن سورس تبع الدكتور، تمام؟ السورس اوف انفورميشن ده بيقول مسج، المسج دي بتنتقل للريسيفر عن طريق تشانلز، عن طريق قنوات اللي هي القاعه اللي قاعدين فيها، ها؟ تمام. الريسيفت استقبال المعلومات ده ممكن يبقى امبير بنمبر من الفاكتور بعدد من العوامل بنسميها نويز، والنويز مقصود بها ضوضاء. النويز هنا عشان تيجي تعريف، النويز هنا اي فاكتور تعمل امبيرمنت في البروسيس اوف كوميونيكيشن في حاله الريسيفت اديكيشن، تمام؟ ولكن خصوصا في الانفورميشن ده هو الانديكيت. هو لو جيت لي اعرف في النويز ممكن لا لا مش هنا، خلي بالك هنا بيقول لك النويز ريسبشن بروجرام تساوي وام سي كيو، تمام؟ صوت اعلى من مش عارف مين، وانت ده نويز صوت اعلى من 20000 هرتز، لا اعلى اعلى مذاكره، ها؟ يبقى هو عباره عن سورس اوف كوميونيكيشن يتكون من السورس اوف انفورميشن اللي هو الهيلث انديكيتور، بيقول المعلومات اللي هي المسج عن طريق تشانل للريسيفر، ها؟ في مشكلة؟ ايه الحاجات اللي بتأثر في المسج دي ولا لا؟ يعني بس اللي انا اقولها دي ليها علاقة بالبروموشن ولا علاقة بالبريفنشن ولا علاقة بالريهابيتيشن على اساس؟ الناس اللي قاعدة معايا؟ الناس اللي قاعدة؟ بيقول لك الناس دي لو ويل اندفيدوال يعني ويل اندفيدوال نص حتة كويسة عملهم هيك مش على الريهابيتيشن ولا على اللايف ستايل موديفيكيشن؟ على الموديفيكيشن على البروموشن اللي هو اللايف ستايل. يبقى لو الناس دي ويل اندفيدوال هبقى بتكلم عن اللايف ستايل الحظر، الحاجات اللي بتأثر في اللايف ستايل. لو الناس اللي قاعده قدامي دي ريسك جروب هتكلم عن حاجات تقلل الريسك، الناس دي بتدخن ده ريسك، هتكلم عن حاجات تبطل التدخين، الناس دي معرضه للسيليكا ده ريسك، هعلمهم البوس مواصلات وابعدوا عن السيليكا، ده كده حاجات بقلل الريسك. لو الناس دي ايه فعلا ناس عندها ديزيز هعلمهم حاجات ازاي تكوب والديزيز ده، ازاي يتعامل مع الديزيز ده، ازاي يتعايش مع الديزيز ده. ها في مشكله؟ طيب انا لسه عامل لكم الدكتور بيقول مسج للناس عن طريق التشانل، التشانل دي ايه؟ الاوضه؟ ايه المقصود بالتشانل؟ مايكروفون، داتا، ممكن يكون ووردز كلمات، ممكن تكون بوستر، ممكن تكون داتا شو. فالتشانلز دي الطريقه اللي بوصل بيها المعلومه، سواء كانت كلام شرح او بوستر او ورقه او داتا شو اي حاجه. التشانل ها؟ بس مش شرط يجمعهم في قاعه يعني، ممكن يبعثهم ايا كان. ماشي ماشي. فالتشانل دي عباره عن ماوس او بوستر او بامفلت. ايه البامفلت دي؟ عارفين روشته بتعالج الادويه في الدواء، نشره الدواء اسمها بامفلت. طب ايه بوستر؟ بوستر الحاجات اللي متعلقه على الكون ده، عالي الرحلات والكلام ده كله اسمه بوستر. بس حطيته في الجروب على الفيس، حطيته بوستر. اي ده بوستر، ده لسه تجيش. بيقول لك ان النويز، النويز ممكن تكون مشكله في التشانل. بمعنى لو جاب ناس مش متعلمه ولا داخله كلامهم مش هتكلم، لما وقعدوا مع عندهم صور عندهم شغل بوسترز هيفهموا حاجه؟ مش هيفهموا. لو جاب ناس اجانب وعمل لهم بوستر باللغه العربيه هيفهموا حاجه؟ والعكس ممكن تكون النويز دي مشكله في البوستر، تعمل اكسبيرمنت لعمليه الكوميونيكيشن. فالنويز مش بتسمح بالضوء ابدا. النويز هي اي فاكتور تاثر على عمليه الكوميونيكيشن، سواء فاكتور في البريسيبيا او فاكتور في الديكيتور او فاكتور في التشانل او فاكتور في المسج او فاكتور في الانفايرمنت، في حاجه تاثر في البيئه او في الدكتور او في الناس او في المسج نفسها او في التشانل اللي بوصل بتاع المسج. اي حاجه تاثر في الخمسه دول تعتبر نويز. المصافحه عندكم دايجرام ده في الاول، خد بالك منه. بيقول لك ان السورس اللي هو سورس في ايه؟ انفورميشن اللي هو الديكيتور اللي هو مسميه ترانسميتر اللي بينقل المعلومه للناس عشان تيجي ام سي كيو. الترانسميتر هو مين؟ نفس الديكيتور، تمام؟ فيبقى السورس او الانكودر اللي هو بيعمل الكودنج للمسج اللي هو بيحط المسج او الترانسميتر او الديكيتور، الاربعه بنفس المعنى. بيقول مسج عن طريق التشانل ليه اكتر مصدر للنويز، اكتر حاجه افكت في عمليه الكوميونيكيشن
خلاص عملت الابلكيشن هي اللي تشن يكون مختار تشن الغلط تمام عشان الناس تستقبل المعلومه اللي هما الريسيفر او الديكودر ما الكود عكس الديكود واحد الكود بيحط المسج واحد الديكودر هو اللي بيستقبل المسج او ديستنيشن عملت الاستقبال نفسها فالديستنيتور والديكودر والريسيفر الثلاثه بقى عامل معنى الناس الديكودر والسورس اوف انفورميشن والانكودر والترانسميتر الاربعه معنى هيلث ديكودر فرقوا بينهم ان شاء الله ده لو المسج كوركتد ريسيفد لو الناس قريت المسج صح الدكتور جه فاخده واختار تشانل كويسه ومسج دي مفهومه وفهمها للناس والناس فهمتها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تشينج في البيهافير بس التشينج في البيهافير هيعتمد على اللينك ما بين ثلاث حاجات الاتيتيود والنولج والبيهافير اللي هي ايه؟ الراجل خد الكلام ده واثر في معلوماته ولا ما اثرش؟ طب هو كل واحد خد اثر في معلوماته هيتغير؟ لا هو واحد مقتنع ان الرياضه مهمه خلاص هو طلع من الحصه من الانس اديكيشن مقتنع ان الرياضه دي حاجه مهمه بس هو مقتنع في الاتيتيود بتاعه في البليف بتاعته ان الرياضه ما تنفعش غير عنده 50 سنه اعمل عنده 50 سنه روح الجيم فهو غير النولج بس غير الاتيتيود ما غيرش طب واحد غير النولج واقتنع ان الرياضه مهمه وغير الاتيتيود وعادي ممكن عنده 50 سنه بس بتلعب رياضه عادي بس هو راح في بيته كسل يروح راح ما راحش فعشان يحصل تشنج في البيهافير لازم يحصل لينك بين ثلاث حاجات يحصل تشنج في النولج وتشنج في الاتيتيود وتشنج في البيهافير السلوك نفسه لو اخذ معلومات بس ما اقتنعش مفيش اتيتيود مش هروح لو خدت معلومات واقتنع في نولج في اتيتيود بس مفيش قرار مفيش اكشن مش هغير حاجه لازم اخد نولج ويحصل له اتيتيود تشينج وبيهافير تشينج ها مشكله كي بي اي ها كي اي بي اللي هي النولج بتون اللي انت بتقول الكاب والاتيتيود والبراكتس كاب هي ده على رغم ذلك مش مدرجات اسلام يعني مش درجات ها الكاب النولج والاتيتيود والبراكتس ثلاثه كده الابلكيشن ده مش معترف بيه صح؟ لا لا هو معترف بيه خلاص مالناش دعوه اللي معترف بيه الكي بي اي يعني الكي بي اي كي بيرفورمانس بتيجي فالمعلومه دي ممكن بيقول يعني كاب معايا هتعرفوا يلا في اللينك في الباراجراف اللي تحت بيقول لك ان البليفز معتقدات الشخص هي اللي بتاثر في الاتيتيود يعني ايه اللي خلى احمد مقتنع ان الراجل عنده 50 سنه ما يعرفش الرياضه؟ البليف بتاعته ثقافته البليف بتاثر في الاتيتيود في معتقداته والاتيتيود بتاثر في الانتنشن في السلوك والانتنشن بتاثر في البيهافير ده السلوك الاعلى من الانتنشن شويه طب البليف دي جايه منين؟ ايه اللي هو السلوك برضه الانتنشن بليف اصلا في الاتيتيود هتبتدي اصلا في الانتنشن والانتنشن تدي لك بيهافير البليف دي جت منين؟ الواحد بيكتسب ثقافته او الكالتشر بتاعته او البيتا منين؟ او اكسبيرينس مثلا فالحاجات اللي بتاثر في البليف النولج اكسبيرينس المعلومات القديمه اللي مرتبطه بالايدج مرتبطه بالسكس مرتبطه بالاديوكيشن مرتبطه بالسوشيال كلاس واحد كبير اكيد معلوماته مش زي واحد صغير واحد متعلم اكيد معلوماته زي واحد مش متعلم واحد عايز سوشيال كونوميك اكيد معلوماته زي واحد بيدرس سوشيال كونوميك فطبيعي او باست اكسبيرينس مع الناس من التعامل مع الناس من الكالتشرز من النومز من ايه تاني؟ النومز يعني معتقدات برضه والله قلناها قبل كده قلنا النومز اللي فين قبل كده؟ كالتشر ونورمز والله قلناها قبل كده ما تحلمش والله قلناها انا في البدايه احنا قلناها معتقدات برضه او ثقافه حاجه زي كده حاجه بقى اللي جزليه ما طلعتش حاجه فعلا فيه والبير بريشر ايه البير بريشر؟ واحد وقع في بير لا 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 يعني ايه بريشر؟ الصداقه الصحاب ضغط الصحاب عليه فاكر لما كنا كبير يعني لما اتخذناها على كده برضه ايوه دي خدناها على نورمز لا نورمز لا ماشي انا هروح اقعد في المكان ده وعلى كام طيب؟ اخر مذكره اقول فيها ايديت واكتب نورمز عشان تبقى جاي طيب صح كده 14 صح 14 لا 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 مش هيحصل والله اسمعوا بس اسمعوا بس طب اسمع اسمع ازاي اسمع يا ابني اسمع انا ممكن اخش اسمع واشرح الكونسل بس الكونسل دي عامله ازاي؟ طب هو عشان تحفظ هناخد كل يوم حته هناخد حته وحياه ربنا حته اول شيء ايوه انا شيشن كمان هناخد كل يوم حته مش هينفع تحفظ كلها لوحدها ابدا احنا خدنا المره اللي فاتت كوبيتيشن سكيلز صح؟
ليه مهارات التواصل؟ صفحة 14 لا أقطع بحث الاسم والله أقطع بحث الاسم صفحة 14 خدنا لكم الانشاء المرة اللي فاتت قلنا عليكم الانشاء الاسكالي يا عبارة عن experience with feeling with ideas عبارة عن ان اعبر عن idea والفيلم لناس تانية صورة مسج تمام؟ انا ببعاد حسين هما بيستقبلوها لسيف وفهموها كوبرهند انا جبت سيرة الدكتور والمريض عملت الكوميونيكيشن دي تنفع للدكتور والمهندس والتاجر والمحامي والناس اللي ماشيه في الشارع اي حد بيعمل كوميونيكيشن صح تعالى انا بعمل كوميونيكيشن مع المريض ده اسمها كاونسلنج يعني استشاره المريض جاي ياخدني استشاره جاي يستشيرني في حاجه جاي يشوف عندي دي اسمها كاونسلنج بقى هركز على علاقه الدكتور بالمريض مش عباره عن مش كوميونيكيشن وبس مش تواصل وبس هو بيعلمك لما المريض يجي لك هتبدا معاه كاونسلنج ازاي هتبدا الاتصال ازاي وتنهيها ازاي اول حاجه يبقى الكاونسلنج او بنسميها الكونسلتيشن يعني الكونسلتيشن استشاره هتقول لك جاب راح له الكونسلت الطبي سمعت الكلام ده قبل كده هو ايه اللي لا افهم عايز احنا فاهمين الافلام القديمه فاهمين القديمه ودلوقتي موجود رايح الكونسلت يعني الكونسلت هناك مجموعه من الدكاتره رايح يقيم حالته عشان ياخد اجازه عشان ياخد مكافاه اي حاجه فجاي من دي كونسلتيشن يعني استشاره بيقول له كونسيون زي الفيلم الكونسيون الطبي هي بيقول كده كونسيون كونسيون هي خلاص بقى كونسلت وبس على حد عندك في البيت هيقول لك والله بقول لك كونسيون ماشي طيب طيب يلا عملت الكونسلتيشن دي عملت الكاونسل دي عملت الكشف دي تبقى بين الدكتور والشارع ولا الدكتور والمريض الدكتور المريض ده واحد ولا حد تاني واحد ده دخل اتنين بيدفعوا كشف بقى معروف هي عباره عن كوميونيكيشن سكيل او كوميونيكيشن بروسيس 1 تو 1 ما بين واحد والتاني بين اتنين بس الدكتور والبيشنت هي عباره عن كوميونيكيشن بروسيس عمليه تواصل ما بين 1 تو 1 ها ماشي. تمام هدفها ايه الدكتور المريض جاي ليه لا ده جالكش ما كانش في الكشف جات في الكشف عشان هنا ساعه بياخد قرار عامل زي الصحه بتاعته لما ياخد دواء لما يعمل عمليه صح بقى عباره عن كوميونيكيشن بروسيس 1 تو 1 بيز اعتمدنا على كلام من واحد للتاني عشان اساعد الكلاينت اساعد البيشنت انه يعمل ديزيشن اباوت الهيلث بتاعته خلاص اول حاجه انيشيشنج ستيشن يعني ايه ستيشن ابدا الجلسه ابدا الكلام تمام؟ اهلا وسهلا ازيك يا حاج بالظبط كده بالظبط كده والله انا هكسب كلامك عند الاستابلشنج عايزك تكتبها عند الاستابلشنج انيشال لا والله لا اصل انا فاكرها المحاضره ماشي ماشي عند الاستابلشنج انيشال رابط اكتب اهلا وسهلا يعني ايه رابط؟ هقول لك والله علاج اكتب اهلا وسهلا اكتب اهلا وسهلا عند ايه؟ عند الاستابلشنج انيشال رابط ورابط مش ريبورت ها؟ ريبورت يعني تقرير رابط يعني علاج موده اهلا وسهلا جاي دي بعد شويه ايدنتيفاي ريزونز فور كونسلتيشن انت جاي ليه جاي ليه جاي ليه يا حاج اي حد يخش اهلا وسهلا اتفضل يا حاج ايه يا حاج خير جاي ليه مش هتقولش كده قبل كده ولا سباكين ها يبقى اول حاجه بتاعت اهلا وسهلا بعمل جريت للبيشنت واخد اسمه احيي العيان اهلا وسهلا ده كان حاج اسمك ايه جريت للبيشنت لا هنضحك كتير في الفتره الجايه جريت البيشنت وبعدين النيم من قواعد المهنه انك تقدم نفسك للبيشنت البيشنت اللي جالك مش عارفك هو جالك في العياده عارفك لكن بره مش علاج هو رايح للمستشفى او رايح للفاميلي ميديسن او رايح للعياده الصحيه رايح للدكتور ما اعرفوش فمن القواعد عزلت فيها في امتحان الاسري اول ما دخلت سلمت على الحاج بقول له حاجه انا فلان فلاني بعدين ما حكش عليك قلت له اخي ده انت عملت ايه؟ قلت له خدت منه كونسيبت خدت منه موافقه لو ما خدتهاش كل امتحانك غلط فاهمين؟ والله العظيم لازم كده لازم تسلم ده لازم ده في ايدك عشان احنا في شتاء كنت هتشوفه هتشوفه سواء ولا خلاص لازم تعمل الدكتور كده الدكتور هتيجي لي خلاص نعرف خلاص اكشن اه والله العظيم ايه ده انت دي كده؟ اه والله نخش على المريض نخش على المريض قدام الدكتور تعمل كده لا هو عيالك هتترفض هتترفض خلاص خلاص عرفت انك ده في ايدك خلاص يا عم ونخش والله نخش على المريض تسلم عليه وزاك عامل حاجه انا فلان الفلاني طالب سنه خمسه هستسمعها مش عليك لو قال لك لا خلاص والله لازم شاف الدكتور شاف حد من على المريض عشان قال لك الدكتور عليك حسيت تاني مش عليك في عندنا امتحان قال لك شكلك مش عاجبني خلاص خلاص دلوقتي كان معاه وفتحت له مريضه تاني حقها ماشي يلا يلا يبقى اول حاجه جريت البيشنت تحيي العيان وابتدي النيم تمام تقدم يور سيلف اسمك انا مين
ودورك ايه؟ الرول بتاعك اخصائي ايه ولا نايب ولا بتاع ايه؟ بتاع نساء ولا مسائل؟ بتاع مين؟ ها؟ والناس في انترفيو طبيعه المقابله تبقى كلام بس ولا تعمل اكزامينشن؟ تمام؟ وبعدين ديمونستريت الريسبكت والانترست تبقى العيال اللي مهتم بيهم في الترم صف على ابنك كده وهات شايل الحاجه يلا وبعدين ايدنتيفاي ريزون فور كونسلتيشن انت جاي ليه؟ اول حاجه تعمل البيشنت بروبلم سواء اوبن ولا كلوز اول سؤال بيسالوا ده ايه؟ اوبن اول سؤال بيسالوا اوبن انت جاي ليه؟ جاي ده ايه؟ ده اوبن تعرف البروبلم باوبن كويتشن علموا عليها ام سي كيو تعرف ايدنتيفاي البروبلم باوبن ولا بكلوز؟ باوبن تمام؟ تلزن اتنتف للبيشنت وزارة انترابشن اللي لسه قايل لكم ان من علامات البور كوميونيكيشن اللي بيحصل بين انتربشن او ايرلي انتربشن فانك تسمع العيان اتنفني باهتمام وزود انتربشن تمام تكون فورم الليسن كمل عم حاجه انا سامعك او شاور لهم ايدك نفس اللي انت عامله امبارح ده ايه تكون فورم الليسن تمام وسكرين في فرزه بروبلم ده في مشاكل ثانيه حاجه ثانيه بتوجعك في حاجه ثانيه وبعدين كنت هنا بقول ريتين الميموري والنوت تكتب الكلام عشان تتذكر لما في ميموري تذكره في دماغك لما تكتب تعمل نجيجيت اجندة يعني تسجل في الاجندة تعمل ميموري تمام والدكتور نيدز يعني دكتور نيدز لو انت محتاج تسال على حاجه تكتبها هو قال لي برجع دمك انا بعد شويه هقول برجع دمك ده رجع امتى وكام كده وهكذا اكتب الحاجات دي عشان ما تنساهاش كملوا ايه دول لا لا ده كلام احمد ده كلام لا ده كلام تسليه جسر ان انفورميشن هتروح على مركز عايز والله اسمع انا اسمع انا بس انا مش والله كلام احمد والله مش جسر انا خلصت والله مش جسر ان انفورميشن تشجع العيال ان يقول المعلومه وتشجع الميشن تقول لك الباقي بتستخدم اوبن وكلوزد كويتش تمام السؤال اللي هتقول العيال على فكره لا هي بروبلنج نفس الكلام اهو اهو احنا خلاص تقول العيال عند رسول كوتش الاسئله سهله. ما تقولش العيان اسئله مش فاهمها. تمام؟ تساعد العيان انه يجاوب لو عنده مش عارف يساعده يساعده يطلع اي كلمه، خد منه اي معلومه. تمام؟ وتلسن اتنتف وتسمع باهتمام. وكل شويه سمرايز لو انت قلت رجعت ورحت الدكتور وخدت كذا. تمام؟ وبعد كده بتكتب الديت والسيكونس اوف ايفنت الاحداث بالتكرار بالترتيب. مش هتستهلك؟ بكره؟